الله أكبر. لا الحمد لله. يا شباب يا شباب تكلم. في جورين، القرية القريبة من اشتبرق حيث تتمركز قوات الجيش السوري وتنطلق منها العمليات باتجاه جسر الشغور وريفها، يقف رجل أربعيني من اشتبرق ينظر إلى الأفق البعيد باتجاه بلدته المحتلة حديثاً، عيناه ترصدان كل حركة من الأراضي الزراعية. هناك حيث ضاع 35 فرداً من عائلته، هناك في المكان الذي اعتقد أن منه ستكون نجاتهم يوم الهجوم الكبير على قريته. قام بنفسه بوضعهم في جرار زراعي ليسلكوا الطريق إلى جورين، فيما بقي هو حتى اللحظات الأخيرة في اشتبرق. وحين وصل هذا الرجل إلى القرى الآمنة بحث كثيراً، لكنه لم يجد أثراً لأي فرد من عائلته. خرج الجرار الزراعي من القرية لكنه لم يصل أبداً. غادر جميع الأهالي الذين نجوا إلى اللاذقية والجوار إلا هو، لا يزال هنا آملاً بخبر ينبئه بنجاة أم أو أب أو طفل أو أخت أو زوجة. ومن أجل هذا الأمل يبتعد عن الأضواء، علّه بصمته يبعد عنهم شبح التصفية إن كانوا من بين المخطوفين. كانوا المسلحين يعني بعيدين عن الضيعة شيء حوالي 2-3 كيلومتر، من 2-3 كيلومتر في الجبال تبعنا، من قرية حلوز ومطيبات أمزيك العالي وبشلامون وعين الباردي، من هون يضربوا على منطقة جسر الشغور واشتبرق، اشتبرق تاكل الضرب من الجهة الغربية، من حلوز، من العالي، من الجبال العالية اللي بحدنا، يعني يتقربوا ويضربوا علينا، شيء هاوين، شيء مدفع جهنم، شيء صواريخ معهم كافة أنواع السلاح، من تركيا من الحدود عبر الحدود التركية. قديش تبعد الحدود التركية عن اشتبرق؟ تبعد شيء 15 كيلومتر، 20 كيلو، 15 كيلو، هيك شيء. طيب بهذه المرحله ما كان في محاوله اقتحام مباشره، كانت تضرب الضيعه بشكل، كانت تضرب الضيعه وبعد الفترات يصير هجوم. الله اكبر. آخر هجوم هذا اللي عملوه الإرهابيين، عملوا الأرتال اللي جت من تركيا، مئات السيارات دخلت على الريف الجسر وريف اشتبرق من الغرب. هذا الهجوم عدد هائل من الإرهابيين دخل عبر الحدود التركية وبلشوا بالمعركة تمهيد مدفعي وبالقذائف بالصواريخ بالهاي لحتى هدموا تقريبا أكثر بيوت في الضيعة. أنا شفتهم بعيني، أنا حدود التركية ما بتبعد، بعد اللي تقدموا من حدود التركية أنا ضيعت بالجدة على حدود التركية، بعد تقدموا منا ببينوا على اشتبرق بمشمشان، بقرية مشمشان بينوا علي، هون أرتال مئات السيارات ما حد يضربهم، تقدموا فاتوا. سيارات عسكرية أو سيارات دفع رباعي أو شو سيارات؟ السيارات كلها دفع رباعي وشي، كلها دوشكايات وكلها أرتال محملة إرهابي داخلة على من جوا. أنا شفتهم وكنا بالقرية وشفتهم يعني كلها مقطوعة الكهرباء وكيف داخلين أرتال ورا بعضها. بأي وقت قبل دخول الضيعة؟ أي كم يوم قبل؟ قبل ما دخلوا يعني بعد ما بدت المعركة شي بثلاث أيام.
واحد الو عم تروح ذخيرتك على الفاضي وانا ندمت بهالوقت. شو كان عم بيصير بجسر الشعور اذا بترجع لحظه الصوره؟ يعني المعارك بجسر الشعور كانت عم بتصير. ايوه. وكان الجيش بوقتها في معركه مستمره بجسر الشعور. مستمره. بنفس الوقت كان الهجوم على شطبرق، او هو بعد ما قدروا يدخلوا على جسر الشعور تقدموا باتجاه شطبرق، كيف كانت عم بتصير بهالوقت؟ المعركه كانت عم دايره ضمن جسر الشعور. شطبرق كان عم يضربوه بالقذائف، عم يمهدوا على شطبرق لانه اخذوا قسم من جسر الشعور ودخلوا باتجاه معمل السكر على الصناعه من باتجاه من بشلامون من عين البردي من مشمشان من عين السوداء دخلوا على الجسر وباتجاه نهر الابيض. وبلشت المعركه لحتى ما ضل مع الجيش يعني نقطه مشفى الوطني. تقع مدينة جسر الشغور جنوب مدينة إدلب، وتقع قرية شطبرق على بعد 3 كيلومترات من جسر الشغور و15 كيلومترا من الحدود التركية. يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة تقريبا، غادر جزء منهم خلال سنوات الحرب، ووصل منهم حتى لحظة إعداد هذا التقرير نحو 300 نسمة إلى اللاذقية ومحيطها، فيما يتحدث الأهالي عن نحو 200 مواطن بين مخطوف وشهيد. يعيش معظم السكان من الزراعة وتربية المواشي. كانت القرية خلال السنوات الماضية عرضة لهجمات المسلحين وفي مرمى قذائفهم وسياراتهم المفخخة، لكنها صمدت حتى الهجوم الأخير يوم سقطت جسر الشغور. الشرق والغرب الناس او طلعوا من جهه واحده، وايها كانت اصعب، مين اللي قدر يوصل مين اللي ما قدر يوصل؟ شو صار اثناء هون؟ في عالم راحت قسم مع الاستيراد باتجاه استيراد حلب الكثير. طلعت على القرقور كان في هون جيش، تامنت العالم بعض العالم بخير وسلام مرقد، وبعض العالم طلعت على خط الغربي غاني الشيخ سنديان، كان طالع بعض الجنود من العساكر قالوا نحن بنطلع العالم معنا اتجاه الغرب. كانوا المسلحين اخذين الحواجز وحصلت مجزرة حقيقية هوني، كانوا عاملين المسلحين كماين على الطريق من شطبرق لا تقريبا الشيخ سنديان. الشيخ سنديان متمركزين في الجهة الغربية من الجبل. فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم، حربا على كل حرب، سلما لكل مسالم، سلما لكل مسالم. أنا من الضيعة وأنا قاعد في الضيعة صار لي 4 سنوات، وطلعت مع يعني مع العالم المدنيين، طلعنا العالم، أنا طلعت معه، بعرف مين ضل في الضيعة وأنا ابن الضيعة، حفظان ضليت في بقرية البحصة لحتى طلعت كل العالم، مين بجاوب مين ما بجاوب بعرف، يعني حوالي 100 شخص، يعني من 80 لل 100 شخص هودي مخطوفين، وشهداء وما هذا راحت كمان شيء 100 شخص، ما بين شهداء وما بين دفاع وطني. الدفاع الوطني كمان شبابنا راحوا على الحاجز، ظلوا اخر شيء يقاوموا لاخر نفس، هدول ظلوا يغطوا على العالم مش شباب، يعني اقصى حد من 160 لل 200 شخص هي راحت. انا ما بضيع وبعرف، حسبتهم على الورقه وطلع، انا من عائلتي كمان عدد كبير. يعني والله 4 5 ايام بعد ادليب، 4 5 ايام يعني هو اليوم الخامس، ما يعني ما ايش اللي صار ما بعرف. ليش الناس تاخرت للطلعه؟ الناس في واحد على الميتور نهار الجمعه، واحد على الميتور اخذ عنده جوز ولاد واستشهد الله يرحمه، معه على الميتور الجيش قال له ما في شيء يا اخي ارجع نهار الجمعه، نهار الجمعه بالضبط قال له ارجع يا اخي ما في شيء، الامور الحمد لله كويسه، وحمل حاله الزلمه ورجع الجمعه. ها الجمعه بالنهار يعني الساعه شيء 11 او 12 بالنهار رجعوا الجيش، قال له ما في شيء الحمد لله الامور جيده، ورجع الزلمه ثاني يوم ما بعرف ايش صار، مات بالاراضي يعني الزلمه مات. بالوقت اللي طلعت من الضيعه وانت من اخر الاشخاص اللي طلعت؟ انا طلعت الساعه 8:30 بالليل من الضيعه، بس تميت متخبى من 7 الصبح للساعه 8:30 بالليل. في معي عسكري هذا ما بعرف من كفر زيته، هو بال 45 تابع ال 45 الزلمه يعني شاهد عيان ايش صار معنا، معه بنت عمره 4 شهور ومرته وبنته ماتوا بالسرفيس معه، والتجأ لألي الزلمة قلنا له أخي أنا بس عتمي الدنيا بدي أروح على تيسيرات الله، والحمد لله وصلنا أنا وياه.
معه شيء 50 أو 60 بني آدم بالسيارة تبعه معه. هدول بعد اللي راح الشوفير يعني لا حول ولا قوة له، نزلتهم عن الحاجز حطيتهم على المسادر الترابية، جاي سيارة عسكرية طلعتهم فيها يعني اللي طلعوا. يعني حتى زوجتي هاي كانت طالعة بالسيارة العسكرية، بس الله سبحانه وتعالى قلبت من فوق السيارة، من السيارة قلبت لتحت على الأرض، قلبت ما لها نصيب تروح معنا مسلحين يعني قلبت. في بالسيارة اللي جوز بنات، وفي بالسيارة بنت عمي وعندها أربع أولاد، وفي ابن عمي ومرته وولاده، وفي يعني في شيء 30 شخص بالسيارة أخذوه. ليش عم تقول ما عندها نصيب؟ ليش السيارة العسكرية راحت؟ ذكر راحت أخذوه باعي جوز بنات، عم قلك جوز بنات إلي. يعني المرة أنا عندي الشوفير هذا ساعة عم يغير بالسيارة قرب وقدم هيك نطع على السيارة، قام قلبت من فوق رجعت عم تشد عالم، بس المرة عندي عم تشد عالم اللي يطلعوا بالسيارة مشان الله الله ينقذهم. قامت وقعت من فوق من السيارة، من راس السيارة لتحت وقعت وجبتها معي. ضلوا البنات عم تفعلوا شيء؟ لا والله ما في غير وحدة مبينة، يعني في وحدة مبينة مع المسلحين يعني. شفتها؟ ايه شفتها بصورة مع المسلحين، طلع صار طلع لها جوز صور. وعلى الله. في عندي شاب متطوع بالكتائب البعث كان بالضيعة، ساعة طلعت كل العالم ما له إلا طلع مع العالم، كان هو وابن أختي مع بعضه، أجيته طلعت قناصة مات بالطرقات وين هو ما بعرف، يعني بها الأراضي هو وعلى الله. طلعوا من الضيعة مع كم طريق اتجهوا؟ والله في اللي مش اللي مشي اللي مشي نزلوا يعني بين الأراضي اللي مشي، واللي تم بالضيعة في عالم تمت كثير بالضيعة، كم شو وكمش مسرحية يعني كم شو وكمش اللي تم بالضيعة، واللي انقنص على الطريق ولا عساكر اللي طلعت كلياتها، يعني طلع كثير عساكر معهم بوريدهم وهو لابسين عساكر لا قولوا للمسلحين وتش بوتش يا قاتل يا مقتول. واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا لذل أقام فينا المآب. ستة صباحا ستة ونص سمعنا تفجير كبير، طبعا نحن مقابل معمل السكر متواجدين، يعني طلعنا على الأساطير حيكي ولا شفنا دباب انفجرت بقلب المعمل السكر. اتصلنا هون وهون قالوا اني تصار المسلحين بمعمل السكر اخذوا، صار انسحاب للجيش مشارف الجسر. بعدها سمعنا من كم مصدر انيتو في جيش شرطه وما شرطه عم تنسحب عامل ضيع عامل الضيع المجاوره للجسر مثل اشتبرق. يعني امنا السيارات الموجودين، شو فينا نطلع من النسوان والاطفال طلعنا، في عدة جرارات اتجهت باتجاه الكفير، فكانت المذبحة لألون يعني من اتجاه الكفير، كانوا مطمئنين باتجاه الكفير نيتو الحاضنين الوحيدين يعني للمناطق المجاورة كجيران يعني. فللأسف الشديد كان في كتيرين كتيرين خزلوا الجيري يعني والتجوا للمسلحين، وكان من ضمنهم عدة جرارات مستوتي على الاسترات، وصحابينا كمان هجوا عميل الأراضي والتجوا مصيره شيل الأسر شيل الخطف شيل انقتل على مرمى الشيلكات والدوشكات اللي كانت متواجدة بقرية غاني. فهون أنا جمعت عدة سيارات بنقطة معينة، طلعنا الحريم والنسوان من ضمنهم عدة عائلات يعني كتيرين يعني، فرجعت أنا على الضيعة لحتى أشوف إخواتي يعني. المتواجدين نحن الأخوة الثلاثة يعني فقط. رجعت لأشوف السيارات وللأسف كانوا لاحقين الرتل على أساس، وهو الرتل سبقهم ولا استناهم يعني، كانوا سالكين الطريق الخطأ. بعد القطع قبل مشارف غاني
هون كان متواجد أعداد هائلة من المسلحين، عملوا لهم كمين وسلقوهم كلياتهم بصواريخ التاو والدوشكات والشيكات. طبعا شفت بعضهم كثير يعني. طبعا بعرفهم، طبعا بعرفهم بالشخص. كل الصور مشتبرق حصرا، ولا اي شخص غريب مستهدف في ضيعه اشتبرق من 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 ايام المفرزي لها الحين يعني. نحن بنستقبله بكل رحب صدر لأي مشروع شهادي يعني، بس مو بهالأسلوب المجازر هي يعني، مو بهالأسلوب أنيته، مو بهالرخص هذا يعني. نحن بنستقبله ونحن صمدنا لأنيته منحب الشهادة يعني، بس للأسف واحد بيتأسف على الرخص اللي هو فيه يعني. مشروع سواء والدتي ولا أختي ولا أمي ولا مرتي ولا عائلتي بأكمل ما أنا موجودة معي يعني، بأكمل ما أنا موجودة معي، الله يرحمهم سواء كانوا بالأرض ولا بالسماء. نحن كلياتنا مشروع شهادة لسيادة الرئيس، علينا نقول له أنيته منستشهد مشان وطننا وشرفنا وعرضنا وأرضنا. أنا أحد الناس عرضي ما أنا موجود وشرفي ما أنا موجود، ما بعرف إذا تلطخ ولا ما تلطخ. الشهادة أنا بناله، بتنال كل أي شهيد بنال الشهادة عند ربه هي، بس العرض غالي مهما كان الوطن، العرض غالي كمان والشرف غالي. صار فينا يشبه التغريب الفلسطيني أو نكبة عام 48 يعني. نحن الناس والأطفال والنساء نايمين آمنين للساعة 6 الصبح صباح السبت يعني، فوجئنا أنه قالوا مدينة الجسر صاروا المسلحين فيها. الناس نايمين، كيف طلعت هالعالم ما بتعرف، اللي طلع بلد ياب، اللي طلع في عالم نسيت ولادها، في ناس يعني. والقنص كان والضرب علينا من كل محل، من الجبل، من السهل، من الجيران يعني، حتى من القرى المجاورة كان في ضرب على قرية شطبرة. وبالنسبة للناس بنعلم مصيرها، في ناس قتلت معها، هذا القتل معه أبوه، هلا الشهداء بنعرفها، هذا اللي قتلت أمه، هذا اللي قتل أبوه قدامه. في عنا جارتنا بالحارة، أنا قعدت ما أخذوا ابنها منها ما استجرت تقول لهم أنه هذا ابني، علما أنه ابنها هذا الوحيد، ما عنده غيره كصبي. وبنتها الثانية استشهدت على حضن عمها، قالوا هاي بنت شهيدي، أخذوه أيوية، قالوا له تعال أنت والشهيدي لهون. موضوع اللحظات الأخيرة، يرجي من بيقول لك مثلا إنه ليش ما ضليتوا بالضيعة كانت مفقدة، أو ليش مثلا ما كان في تحصين بما أن المعارك بعد سقوط أدلب كانت متوقعة تتوجه يعني ميدانيا لهذه المنطقة، وليش لما صارت المعارك بجسر الشغور ما غادرتوا؟ نحن ما عندنا خيار إلا الدولة، لأن الدولة لكل الناس، لكل الطوائف، وخطنا وخط دولتنا خط مقاومة، ونحن متبعينه لآخر نقطة الدم. وما زالت فلسطين هي البوصلة اللي بنتوجه لها، ما مساءت بعض الناس. نحن أراضينا ما فينا كنا نفلحها مدام، وأرزاقنا ما فينا نوصل لها. أنا السنة كنت أجمع الحطب والبندقية بكتفي لدفي مرتي وأطفالي، مثالي مثل أهالي شتبرق كلها، كلها مقاومة وكلها. لكن نحن ما فينا نحمل أهالي شتبرق أنه ننسحبه، لا والله ما نسحبه. والدليل على كلامي بشكل علمي،
عدد الضحايا اللي سقطت مشتبرق دليل صمودها ووجودها حتى بعد الجيش العربي السوري وليس قبل. ما حد يقول مصمتوا. نحن يوم الثلاثاء أول يوم الساعة 4 300 قذيفة وصاروخ وهاون ودبابة قصفت قرية مشتبرق. أنا عندي ابن وحيد صف ثالث عندي وأغلى من كل الدنيا، لأنه طالما عم يتنفس أنا عم بتنفس. قلت له طلع العب بالبسكليت بساحة مشتبرق رغم القصف. بسم الله الرحمن الرحيم، سنقوم بقصف أوكار الشبيحة في ريف جسر الشغور، والله ولي التوفيق. الله أكبر، تكبير، الله أكبر، الله أكبر. وزوجتي كانت أنا بعدتها قلت لها بتناوب ريم، إذا المحافظ أو غيره طلع قرار، هذا قرار نحن متخزينه بمساندة الدولة للحظات الأخيرة. وأكثر وصلهم 350 قاتل جريح وشهيد بالمعارك. هي ممرضة بقسم الجراحة بمشفى الوطني بجسر الشغور، وهذا دوره ودور كل إنسان. الله أكبر، جند الملاحة في بلاد الشام يقوم بذك معاقل الشبيحة في قرية مشتبرق بالصواريخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 1/10/2013 جند الملاحة في بلاد الشام يقوم بذك معاقل الشبيحة في قرية قرية مشتبرق. الله أكبر، جند الملاحة في بلاد الشام، الله أكبر. إني ما حد بيقاتل معهم إلا الجاهل مدام، وما حد بيقاتل معهم إلا الخريج من الحبوس. بس في ناس بجسر الشغور وبغيرها أشرف مني وقاتلوا مع الدولة وقتلوا عند بوابة لبسيت، وكانت قوائم معهم، المسلحين معهم قوائم. طبعا القوائم لولا في ناس من البيئة الحاضنة شو بيعرفون هذا ابن جسر الشغور متطوع بالدفاع، أو هاد بحزب البعث، أو هاد مرته اللي مرته سيقي عسكري أو بنت سيقي عسكري كاست مي كان اسمه مدرج بالقوائم وتم تصفيتهم. يتفتش كل شقة بشقته، واللي انسحبوا باتجاه مشتبرق والغاب تم إبادتهم من قبل مجموعات المسلحة. ما انسحب باتجاه الجنوب إلا كل موالي للدولة السورية وحاضن إلى. طبعا انتهكت أعراض وقتل ناس أبرياء، وبأكد لي قتل آلاف من قبل وليس مئات من مدينة الجسر مشتبرق. أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا، أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا. قاوم وأمطر من سلالة صهيوني، نعم قاتل. أنا لازم أول شيء ببيتي أعرف مين معي ومين ما عم بيخونني ضمن بيتي كأسرة، اللي بنعتبره هو اللبنة الأولى ببناء أي مجتمع سليم وعلماني لحتى يتطور هالوطن. أنا أطالب بمكافحة الفساد أكثر شيء. ما زالت ناس عم بتمص دماء الشهداء وأهالي الشهداء والأبرياء والمخطوفين ماليا، ما الشهيد ما عم يصلوا أحيانا تعويضه. بسم الله الرحمن الرحيم. مبنى الشبيحة متواجد في قرية مشتبرق قبل استهداف مسودة صخيرة ومبنى الشبيحة المتواجدان في قرية مشتبرق. الله أكبر. أنا من قرية اسمها قرية بسبت بريف جسر الشغور. كان في حول منا مسلحين يجوا من الحدود التركية على الضيعة المجاورة لضيعتنا مثل بدامة الناجية خربة الجوز. بالفترة الأخيرة هجموا على ضيعتنا، هجرونا من الضيعة، ونحن تهجرنا ونزلنا على بلدة مشتبرق. جينا على بلدة مشتبرق، يعني هذا اللي يجيب حرام، هذا يجيب سفنجي، هذا يعني المهم كسول البيت كامل. كل واحد عنده آلي تراكتور، عالم طلعت بتريلا التراكتورات فوق بعضه، يعني آياسنا، قلنا ميتين ميتين على كل الأحوال. بس الحمد لله في عالم طلعت نفدي. المختار اشتبرق أبو يونس الله يرحمه استشهد، هو يعني ساعة يعني ناقز عالم بسيارته، سيارته مليانة عالم. قنصوه أول ما استشهد هو والعالم اللي معه صار الضرب عليه. هني بالجبل صاير، يعني مراقبين بأطراف الضيعة بالجبل، يعني مراقبين تحركات العالم. كين كل واحد طلع وباتجاهه يعني يبين على مرمى النيران تبعهم كله استشهد.
الثلاثة. كل ظالم حربا وحالم سلبا. الروح تحت الضرب تحت القصف، نداوي الجرحى، نداوي الشهداء الله يرحم شهداء الوطن، والروح ونخاطر بحالنا ولا نخلي حدا يحكي علينا. نحن كلنا في ذا الوطن وقاومنا، صرنا 4 سنين وهي نحن بالخامس نحن منقاوم. وبعدين يعني كل يوم صبح ظهر كل يوم علينا الضرب، نروح تحت الضرب نجي تحت الضرب. أنا أولادي، زوجي استشهى صار له هلا 4 سنوات، والشاطر يقول اطلعي من الضيعة اطلعي من الضيعة، قلت لي ما بترك بيتي ولادي. أنا ما كنت أترك الضيعة بعد ما جو هالكلاب الإرهابيين نزلوا علينا مثل زخ المطر. وبعدين كيف طلعنا من الضيعة مثل الحلم، طلعنا كل جيراني ما حدا نفد منهم غيري أنا، شي المخطوف شي اللي قتل معنا على الطريق شي تدبح معنا. نحن مشيانين بين الأراضي 13 ساعة ما نشوف غير الشهداء على الأرض. كانوا أولاد الصبيان 2. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بعد تم بفضل الله عز وجل وعونه وكرامته تم فتح منطقة غانا ومنطقة الشبرق، والحمد لله الحواجز هذه كلها أخذناها، والحمد لله هذلك فضل الله عز وجل أدخلنا في أعداء الله عز وجل. الجسد والله ترمى في الأرض، هذلك فضل الله عز وجل غنائم، وهذا كله بحمد الله عز وجل وفضله وكرامته. وثبت الله الإخوة يعني الحمد لله، والله جل سهل علينا. أن كنا نظن أن هذا أمر كثير صعب، لكن بالتوكل على الله جل ما كان في أسهل منه والله بفضل الله عز وجل. الحمد لله تم فتح لكن كبيرة جدا بأسهل وأقل وقت الحمد لله. لذلك فالله عز وجل يأتيه من يشاء، ونرجو الله جل يغفر لنا ويوفقنا يا من يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الله أكبر. طلعنا أول شيء بتراكتور البلدية، طلعنا يعني كنا فوق بعض. نحن طلعنا على الاستراد وبلش القذائف علينا، قذائف قنص، نزلنا من التراكتور والعالم تشردي. كانوا جيراني كانوا شيء 25 ويحي هودي حوالي، في منهم شباب في منهم اختيورة في منهم أولاد ونسوان، وهي كل واحد راح بجهة أرض. أنا مشيت مع جيراني وفي عالم كانوا جايين كمان ما بعرف منهم هن، يمكن من الجسر مشيت أنا معه. أنا ما بعرف هنيك المنطقة كتير لأنه أراضي أنا عمري ما رحت لليها، شفت العالم راحت مشيت وراها. ضربونا قذائف صرنا ننبطح على الأرض مثل العجيبة، معنا أولاد انصابوا معي جيراني، ما يعني في منهم ما استشهدوا ما بيحسنوا بيجيبوا الجسي بقى. صرنا نمشي شفنا الجيش الله يوفقه ويديمه ويحميه غطالنا، لحسننا مشينا من الإرهاب. قد ضلت مشينا ضلينا نمشي من اشتبراق لا جوري، يعني قطعنا بشي 6-7 ضيوف. تقريبا انت اخذت وقت معكم؟ اخذنا وقت، طلعنا من الساعة 6 للساعة 2 ونحن هسه ما وصلنا. عند أول ولد عمره 13 سنة و12 و10 سنوات قاومنا ضلينا هلكنا، وأنا ابني مريض معه ربو، جيت ونوبة الربو على الطريق ويضل يقول يا الله يا الله تكون معنا، يا الله تحمينا، يا الله تيسر معنا. بنفس الوقت يعني هلك، جيت النوبة والدواء ما معه، قال لي يا أمي بدي ارتاح شوي، قلت له يا ماما ما فينا، إذا منموت ما رح نوقف على الطريق. والجيش الله يوفقه حمانا غطى علينا كتير، لولا الجيش كنا كلنا متنا. اللي جو معي اللي نغزوا عائلتين ثلاثة بس من الضيعة. طلعت الساعة يعني من 5 لجهازنا حالنا، وحسننا طلعنا تقريبا بالستة مشينا. طلعنا كم عائلة كانوا، يعني هاي اللي كانوا معي أنا بنفس الطريق، بس في عالم طلعوا كتير، في عالم ضلوا بالأراضي. طلعوا معك قد ايه تقريبا كان عددهم؟ طلعوا معي شي 35 شخص. كم واحد وصلنا؟ وصلنا أنا ولادي وأبو علي ولاده وأبو عزيز ولاده ومرته.
وأخوه فقط، هود اللي وصلنا. يعني نبكي ونعيي ونقول يا الله، يعني مثل يعني مرعب مرعب مرعب، مناظر مرعبة. وشفنا شو هذا أكثر على الأرض، جسسا على الأرض. يعني شو بدي أحكي لك ما بعرف. يعني وصلت أنا فاقدي عقلي العادي، غرقت مرتين أنا بالسيان، نقضون الجيش هني كمان جايين وعم يغطوا علينا. أنا وقعت مرتين بالسيان، كنت رح أغرق بالعاصي. نشلوني، قتلين تركوني خليوني يموت، والله العظيم نشلوني. وما بعرف انه اول مره بشوفي، كانوا مشيانين عم يغطوا علينا. ومشينا وجينا مشينا بين اراضي كلها بحص وكلها شوك. يعني جينا جايه يا سته يا ستر من هالجايه، شفنا الموت مليون مره. بيكفي هالدم اللي على الطريق، بيكفي الشهداء اللي كانوا على الارض. ابني جيت النوبة بيوصلنا تقريبا 3 ضيوف. استشهد عسكري جنبه، مسك بإيده لابني بيعرفه، قال له يا زين يا زين، أنا متت شهيد، ديروا بالكي أنا فدى الوطن. ابني صار يبكي فوق راسه، قال لي يا ماما استشهد، ما بعرف شو سمالي، هو بيعرفه ابني. قلت له يا ماما الله يرحمه، معي أنا مشلح حاططه على ظهري، شال وغطاه الصبي وباسه، قال له الله يرحمك يا بطل. ومشينا كفينا المشي، كفينا المشي، ضلينا نكفي يعني ونشوف اللي قدامنا في عالم على الأراضي. هذا التعبان، هذا المستشهد، هذا المقنوص، يعني شيء مرعب 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 جدا. ضلينا نمشي نمشي نمشي، آخر شيء لمشينا لا طريق يعني قبل جورين هون منطقة، قعدنا تحت الشجرة لأنه أبقى فينا حيل. شو مشينا 13 ساعة، ما ارتحنا دقيقة فيها. ضلينا مشياني وقعدنا شوي، بعدين بدنا نرتاح أبقى هون. انتهينا، كان معنا عالم من الجسر وهود العائلات اللي قلت لك عنه. بعدين عينت ما بينه، طبعا ضيعتي ما بينه العائلات، جيراني 3-4 عائلات هود اللي مشوا معي ما بينه. ضليت أنا لحالي. في عالم مش جسر ما بعرفه، وفي عساكر كمان. بعدين ولا فجأة بلاقي عالم من عنا مضيعة، مرة وبناتها اثنين، خدت روح. ضليت امشي امشي لا وصلت لعنده. بعدين ولا قالوا لي معك موبايل، قلت لي معي موبايل، انا قفلته كان في شخص تغطيه، قال بدنا نحكي مع حدا نعرفه بجورين جي ياخذنا. قلنا له تفضلوا، حافظ الرقم، قال حافظ الرقم. اعطيناه الموبايل، دقوا على الارض ولا بيرد عليهن قرايبين، قال لي انا جاي اخذكم، وين انتم؟ بمحل فلانه. قالوا له نحن بمحل فلان، يجوا أخذونا. نحن طلعنا بالسيارة ومشينا، وصار القنص علينا مثل زخ المطر وضرب القذائف. الشاطر يقلنا وطوا راسكن وطوا راسكي، في عالم مصابين معنا بالسيارة، انصابوا بشظايا. وطلعنا بأمان لجوري، مش وصلنا لجورين هوني أنا ما بقى فيني قاوي. أنا مثل إذا مثل أغمى علي من التعب، من الإرهاق، من الغرق اللي غرقته، لأنه شفت الموت في عيني. أولادي صيحوا دخيلك يا أمي، أنا قل تركوني وروحوا يا أولادي، تركوني وروحوا. ما كانوا يتركوني، أولاد صغار ما كانوا يتركوني. ويقل لي ابني الكبير أنا هون يا ماما، يعني مثل إذا ماني بوعي. قلت له يا ماما أنتوا عايشين؟ قال إيه نحن عايشين. قلت له الحمد لله. وين جت؟ الله أكبر والعزة لله. دك اشتبرق بدفع جحيم جبل الزاوي.
الطرق الزراعية التي سلكها المواطنون من اشتبرق إلى المناطق الآمنة. هم خرجوا باتجاه طريقين، كانت هذه الطريق الأكثر أماناً والتي وصل منها المواطنون بأعداد أكبر وبأمان إلى جورينا. الطريق الأخرى والتي سنسلكها لاحقاً كانت الأخطر. المعارك الآن تجري في هذه المناطق وتحديداً في القرى المجاورة على السلسلة الشرقية لجبال اللاذقية. لما شافوني أنا أهلي يعني مثل العجوبة، أمي مش شافتني غمي، شي ويلي أمي شي ويلي أنا، أبقى بدني أعرف وين بدو يعني يحكوا أمي ولا أنا. أمي مش شافتني لأنه قالوا لها ماتي، أولادها ماتوا على الطريق. لما شافتني ما صدقت ويدقوا لي خارج التغطية، قالت إنه منال ماتي هي أولادها. جينا أمي صار معها انهيار عصبي، جبنا لها جابوا لها الدكتور، أعطاها إبرة ومهدئات، ضلت بيجي يومين ثلاثة يعني مثل إذا تعبانة. قلت لها أنا ما حالني شيء، بس أنا كنت أنا مستوي، أنا كنت منصابي بشظي بإجري. الأولاد والله لحد الآن تحسين إنه يعني عقلي ما مزبوط. هذا كل يوم بيجي بيقول لي ابني شفت منام يا عمي، بيحكوا بمنام صاروا عم يحكوا بمنامهم. ففقت عليه امبارح انا ابني عم يحكي يا امي ليك يا امي اجى لينا اجى لينا. قلت له من اجى انا من اجى عم حكي؟ قال اجى بده يذبحني بده يذبحني. ما حكيت انا، سميت له وقريت له اي قراني وسكتت. شو بدي اعمل يعني؟ ما بيدي شيء، يعني ما بيدي شيء، ما حسنت حكيت ولا يعني ولد انه نحن فقدوا عقلي. في معنى وحده كمان صار معها يعني شو بدي اخليك، هذا المرض اللي بيختلج الواحد هيك بتشنج بقى فينه بيوقي، شفتها في عيني انا. انا خفت ما يصير معي هيك، انا قاومت. وكلمه الله من اول ما طلعنا من الضيعه لحد ما وصلنا بامان، وانا كلمه الله على لساني. رسولنا شمس حق المظالم. مشيت حفياني أنا بعد ما غرقت بالصيان، راح الله يعزك الجري بالشحاطي ومشيت حفياني. شو بدي سوي؟ ضل جرياتي ورمانين يمكن ثلاثة أربعة أيام، صرت حط لي المراهم ودواء وهي يعني هذا الموجود. وطلعنا بتيبنا ما معنا ليرة سوري نطلع فيها. كل ما جينا نطلع يرجعونا، يقولون لنا رجعوا، الوضع بأمان، الوضع كويس. وأنا أولادي بدهم يطلعوا، قلنا يا ماما طيب ما بيخلونا نطلع، استنوا شوي، استنوا بس لنقبض الراتب ناخذ طلبه منرو. نضل لنا يومين ثلاثة بلكي الأمور بترجع ما أحلاها وكذا وهاي. بعدين شهرين لحد الآن ما قبضونا، يعني ليرة سوري ما معنا نشتري. أنا ابني بيقول لي أعطيني مثلا، أنا متعود ابني على مثلا على الجخ والمصاري والهي، يقول لي أعطيني 25 ليرة، أقول له ما معي. يعني إحنا قاعدين عند أهلي وشي 7-8 أشخاص أهلي على راتب تقاعدي، أمي عم تصرف علينا وبالدين كمان وبالدين. هذا صار معه مثل الصدمة عندي، هذا الصغير يمكن إذا بيحكي كلمتين منيح زين، هلأ زين رح لأجيبها لأخته و... حكي ماما شو شفت؟ حكي إذا شو متذكر ماما؟ خايف لهلأ لحد الآن خايف. فينك حكي يا ماما شو فينك تحكي؟ شو شفت على الطريق؟ نحن ما نمشي غطونا في الأرض، يعني عم يحمونا. هاي النقطة أنا نسيتها، الشهداء اللي كانوا معنا، العساكر، نحن بدنا نغطي لكم. يعني عم يغطونا، ما تشوفين غير قلبه على الأرض.
من القنص. شو أصعب مرحلة كانت؟ تذكر شيء شو أصعب شيء أنت ورايح لهونيك؟ مشينا الطريق الأرض كلها مفتوحة ما في شيء حوالينا، والضرب علينا بلشنا نخوف من الجبل، من الجبل ومن ماما السكر الأخضر بلش الضرب علينا بالقنص وبالخزانة. هلا بتفكر بهيداك الأيام؟ بتفكر فيها؟ شو أكثر شيء بتفكر بهيك الأشياء؟ إنه كل شيء. عندما علم زين أننا سنزورهم كتب رسالة طلب منا أن نستمع إليها قبل أن يروي لنا رحلة التهجير القصري. نحن أبناء قرية اشتبرق الغالية نقول وفي أرواحنا آلاف الغصاط الرحمة لشهدائنا وبشكل خاص شهداء قرية العزيزة، والصبر والسلوان للجرحى والمصابين، والأمل في عودة المفقودين بعد مقاومتنا التي سوف يسطرها التاريخ لمدة 4 سنوات هجرنا. ولكن أقول علنا سنبقى صامدون وستبقى سوريا النصر الشامخ. أقول لك يا سيد الرئيس أن تنظر في حالتنا، وأنت كريم معطاء وما قصرت قط. بيتنا قد تدمر، أصدقائي استشهدوا، جيراني خطفوا، وما في قلبي غير الدعاء لزوال غيمة الحزن والأسى عن سوريا الحبيبة. مشينا لقدام شي 500 متر وخطوة، صار ربع علينا من معمل السكر بسلاح 23. نزلنا شرق غرب الضيعة وشرق معمل السكر بمرورة ماء ساقط. مشينا خالته والعساكر مصحوبي بالشرق من معمل السكر، شغلت 1000 واحد. خالته فكرناهم مسلحين، قام قالنا لا تخافوا، خدنا روح طلعنا ماشي. قالوا لنا يا شباب لا تخافوا، نحن 1000 واحد وبإذن الله منغطيكم. خالته يصير الضرب علينا من غني بال23 وبال14.5 من معمل السكر، ما يحكمونا فيه، يضربونا بال37، طلقات متفجرة، قوازف كربجي، قذيف كربجي، وهون وجرار غاز. نحن عم نمشي. بتعرف هذا السلاح؟ خالته بسبب متابعتنا مع الجيش، نيتو قعدتنا مع الجيش ومساعدتنا له ومساعدته إلنا. هذا الشيء. خالته نحن عم نمشي، يغطوا لنا يمين يسار. يغطوا من يمين ويسار ونحن نمشي بينات الله قدام. ضلينا عم نمشي ما نشوف غير شهيد يا حرام ورا الثاني. خالته شوف شهيد ورا الثاني، هن يقوم يمشوا عساكر الله يرحمه، شهيد ورا الثاني. فلذلك تابعنا ماشي، خالته لا قرقوب. نحن وصلنا في نقاط جيش، قالنا لا تخافوا، شربونا مي خالته وضلينا بكفايه ماشي. طلعنا على ظهر جسر القرقوب وشرقنا بعد ما قطعنا اماكن الخطر. شرقنا ضلينا عم نمشي بالحدود 12 ساعة لوصلنا خالته لجوري. شو تتذكر أكثر شيء مشاهد اللي كسرت فيك بهذا الرحلة يعني؟ خالته رفقاتي ساعد يستشهدوا. وين؟ خالته يكون مشيان قدامي، يكون قيد زيت بالبرد، ما نشوفه غير هيك على راسه، أكل طلقة يكون براسه طبعة في طلعة هيك وطلعة هيك، طلعة وحل. قد ما مطبوبة هو مرمي، طلعة هيك وحل. خالته زحطي، قمت ناديت للعساكر يشدوها معي، سحبوها معي، شكرناهم وضلينا كفان طرقي. خلطوا الضرب علينا، الطلقات تنفجر حدنا، هذا اللي تصاوب بشظي، هذا اللي تنجرح ايده، خلطوا هذا اللي يقلي، تضرب الطلقات متفجرة يكون شظت على الولاد على العساكر. كيف استشهد معكم من الناس اللي طلعوا المدنية؟ خلطوا في ناس ضلت أسرة ما كانت تطلع معنا، ضلوا متخبين بالعبارة، أخذوهم أسرع. تم قتل 3 وأعطاب سيارة، الحمد لله. كمين في مفرزة أمن العسكري بالقناص من كتابة الشهيد أبو بكر محمد رمضان. أبو البراء الحر يستهدف مبنى أمن العسكري بقرية اشتبرق، الله أكبر والله الحمد. في جسر الشغور تمكن الجيش السوري من السيطرة على قرى تل منطار، تل الشيخ خطاب والمشيرفي في الريف، فيما لا تزال المعارك مستمرة في قرى السرمانية وغانية على سلسلة جبال اللاذقية الشرقية والتي تشرف على قرية اشتبرق.
وبانتظار تحرير تلك المناطق. سيبقى أهالي شتبرق متوزعين بين منازل الأقارب وفاعلي الخير، جاهلين لمصير أبنائهم. معاناة ليست الأولى من نوعها في هذه الحرب، لكنها حتما تحتاج إلى حلول كي لا تنعكس سلبا على قرى تعيش أوضاعا مماثلة.